بتتحم بشكل. على فكرة الطباخ اللي عندكم ده هايل. يا طباخ ايه؟ من قالك ان احنا عندنا طباخ؟ ومنين طبخ الاكل ده كله؟ شوف يا ستي، الاكل السوري بتطبخه حليمة، والاكل المصري بتطبخه فهيمة. تسلم ايديهم. شد حيلك انت بقى، عايزك تغلبيهم. اه طبعا يا حد، انا بكره هدوقك اكل عمرك في حياتك ما اكلته. خد يا حبيبتي. تسلم ايدك، ما تاكل انت بقى، انت من الصبح قاعد تضغطني. مطرح مصر يبني يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك كلمتين كده تحطيهم حلقه في ودانك. استحملي الكام يوم اللي هتعيشيهم مع ريا وسكينه هنا. لو عملوا اي حاجه تضايقك ولا تزعلك عشان خاطري فوتي. يعني اي حركه من حركاتهم القرعه دي شغال الطناش ولا كانك هنا. ما تخافش عليا حاجه. ده انا هحطهم في عينيا الاثنين، هعملهم زي اخواتي بالظبط، وبكره تسمع وتشوف. لا اعملي معروف، ما تدلعيهمش، لا ياخدوا على كده بعدين. انت ناسي اللي عملوه فيكي؟ معلش بقى، ربنا يسامحهم. كل كل يا دعم الاكل دعم دعم يعني من هنا والشفا. شفتي حليمة؟ شفتي حليمة يا اختي اللي بيحصل؟ ده عمره ما ورد علينا. ثلاث ايام؟ ثلاث ايام ما يخرجوش من اوضتهم؟ ده ايه الافتراء ده؟ لك شو اللي عم يصير هذا؟ فمين هي فقيمة؟ العمى؟ ايه انا يوم الحج ما تجوز لي، ايه ما صار هيك شيء؟ هو يا اختي كان يوم واحد بس يتقفل عليه الجناح هو والجديدة، وتاني يوم ينزل يروح شغله. انما البلوى المسيحة اللي فوق دي اكيد اكيد سحرانه. شو هيك كمان سحرانه يا فهيمة؟ اوه جرالك ايه؟ جرالك ايه يا حليمة؟ انت هتستهبلي عليا كل مرة تسأليني؟ ما تفهمي بقى، احسن والله العظيم اشيل السماعة من على ودي واسيبك تهاتي مع نفسي. لك تعالي لقليك. شو رأيك؟ نفتح هدول الشناتي ونشوف شو فيهم. نفتح يا اختي؟ الشناتي. شنط؟ اه يلا نفتح الشنط. يلا. يعني الا بالعافيه، مش ده برضه بيت الحاج اللي اسمه ايه؟ اسمه يا بيت اسمه الحاج فرج ياما. فرج وشو بتكمل الزلمه؟ ايه شو دي يا اختي؟ هي ايه الوليه دي؟ انت فهمتي يا بنتي منها حاجه؟ ايوه هو ده بيت الحاج. انتوا بقى مين وعايزين ايه؟ هنقول لك احنا هانم، هنقول لك. استنوا بس، استنوا بالله يا جماعه، مش ده برضه بيت الحاج فرج؟ ايوه ده بيت. انتوا بقى مين؟ احنا قرايبه يا الدلع عادي. شو قرايبينا؟ ومين قرايبينا تبريني؟ يعني يا ولية انا كنت فهمت شو لما تقولي تبريني جراها ولية انتي. الولية دي الله. اهدوا بقى اهدوا، ما تغلطوش فيهم بقى. لا يطلعوا بينهم كده يعني حريم الحاج فرج. حريم مين؟ تعالى يا موكوس جاتك ست النيلة. حريم الحاج فرج؟ امال اختك يا خايب بتعمل ايه هنا؟ ايوه الحاج فرج متجوز اتنين من الف ليله وليله، فهيمه وحليمه. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، عقبال الرابعه. شو عملك يا الزلمه؟ عيب يا ست لما تقولي عليا بزلومه. زلومه؟ قطع انسان اللي يقول كده. تعالى يا بنيه. ده انا هخلي نهارك اسود. ده انا ابويا المعلم ابو سريع، اكبر طربي وحانوتي على سن ورمح. اشهد ان لا اله الا الله. انتوا اكيد اكيد غلطانين في العنوان، احنا هنا ما عندناش ميتين. يلا 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 من غير ما ترد، احنا مش ناقصينكم. ميتين وحيين ايه يا ولية؟ الله، قلنا لك احنا نسايب الحج وجايين يا حبيبتي نشرفه. نسايبه؟ في ايه يا سودا؟ في ناس تحت عايزين حضرتك. ما قلتليش مين؟ بيقولوا قرايب حضرتك اتنين رجاله واتنين ستات، وفيهم واحد اسمه خليل.
في تحت شنطه مكتوب عليها رقم 6، اديها لهم. حاضر. والنبي وحشاني قوي قوي. ها معلش، انا قلت بقى اسيبك كام يوم كده ترتاحي من السفر. ايوه. ها ايه تقولي؟ ايه مسرعين ليه دول عليكي؟ جايين ليه دلوقتي؟ اسمعيني بقى ما اقولك. لا ما تديهمش وش الجماعه، انا سايبه اخوكي دول، انا عارفاهم كويس، دول وشهم مكشوف والطمع بيجري في دمهم. هكون باكل ايه؟ اهو بتتقضى. تلقيك انت بقى غرقانه في المشمر والمحمر وناس يمك. ايه والنبي؟ ايوه يا اختي ابعتيلي، ابعتي انا واقعه من الجوع. خلاص هجيلك، بس ابعتي الاكل الاول. ازيك وحشتيني يا عم مالك؟ وحشتيني يا عم مالك. ازيك يا عم؟ على السلامة. الله يسلمك. والله العظيم الدنيا من غيرك ما تسوى. يا سلام، وانت وحشتوني قوي قوي. الله 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 الله. طب خلوني شوية انا كمان. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا ست الكل. السنة الجاية بإذن الله هاخدك تحج معانا ان شاء الله. بإذن الله يا رب. يا رب ما تحرم منك ابدا. هاي اما، امال ام الحاج؟ لا لا مؤاخذه، معلش يا اختي. اهلا انت وهي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتي والله. اهلا، ازيك يا امو زهره؟ اخس عليكم، مش تيجوا تسلموا عليها؟ مش هي برضه زي امكم؟ بعيد عنك، الذوق ما عداش عليهم. انا كنت فاكراكم زي اخواتي. والله ما يستاهل. تعالي تعالي انت وهي، بصوا راس حماتي، اطلبوا منها تسامحكم. لا ابدا يا حاج، انا مش عايزه حد يبوس دماغي، المسامح كريم، انا كلها شويه وحمشي. يا سلام على الاخلاق، شايفين الذوق؟ يلا يلا انت وهي نجروا على فوق، وانتوا واقفين زهريه وسكينه كده. لا 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 يا حاج، حرام عليك، خليهم قاعدين معانا عشان كمان كلنا هنتغدى سوا. انتوا لسه شفتي مني حاجه؟ انتوا عيكم معايا غبره. سامعوا يا حاج بتقول ايه علينا؟ ايه ايه بتقول؟ كل خير. قلت لهم يقعدوا يتغدوا معانا. شايفين قلبها طيب وصافي مش زيكم. ما تتحركوا تعملوا حاجه وانتوا واقفين زي قلتكم كده، روحوا حضروا لنا الغدا. زعلوا مني ولا ايه؟ يا سلام على طيبة قلبك يا زهرة. الله، ريحة الأكل اتجنن. انت عارفة ان انا بحب اكلك قوي، هتبقي تعلميني؟ ما تحمليش هم، انا هعلمك. انت عارفة انا بحب ريحة اكلك قوي، انت هتبقي تعلميني يعني؟ هعلمك. انتوا تعبتوا قوي، بصي بقى روحي انت جهزي السفرة وانا هجيب لكم الاكل لحد هناك. شوفي بقى يا حماتي، انت هتيجي تقعدي معانا هنا وتنورينا؟ ابدا يا حاج، ما اقعدش هنا ابدا، اجي ارمي نفسي في النار؟ لا انا ما اسيبش بيتي ابدا. وبعدين انت شايف نسوانك هنا، دول مش طايقين لبنت كلمه. كلام ايه ده يا حماتي؟ انت حد يقدر يدوس لك على طرف؟ انت هنا ست البيت، ولما تيجي تقعدي معانا هتبقي في حمايه، هشيلك على راسي من فوق. ربنا يخليك. معلش يا حاج، معلش. والنبي اعفيني من الطلب ده. طب يا حماتي، تحب احجز لك في انهي لوكاندا لحد الفيلا ما تخلص؟ لوكاندا ايه بس اللي تحجز لي فيها؟ انا مش هسيب بيتي ابدا. يلا يا حاج، يلا يا امه.
السفرة جاهزة. سفرة تشرف. تشرف جدا. يلا حماتي اتفضلي على السفرة. يلا يما تعالي كلي. اتفضلي يا حماتي. مش عايزة اقول لك بقى أكلة حليمة وفهيمة ايه. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا أم عاد. تعالي. ما تقعدوا انتوا واقفين ليه؟ يلا يا حليمة يلا يا فهيمة. اقعدوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يما. خدي كده على رجليكي. ألف هنا وشفا. خدي يا حبيبتي. بسم الله. احط لك ايه كمان؟ احط لك رز. هاتي رز كده وبطاطس. خدي يا حبيبتي خدي ألف هنا وشفا. مطرح ما يسر يمر يا ربي يا الله. كفايه كفايه. ألف هنا وشفا. اللهم صل على النبي. شكل الأكل وريحته تجيب النفس. بالهنا والشفا. خدي يا أم حطي الكبدة. أيوه. أعرف لك يا حاج انا عارفه انك انت بتحب الملوخيه. يا ساتر يا رب الاكل كله شطه. اولاد يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم. دي مش ملوخيه دي شطه بالملوخيه. والله يا حاج ما حطينا حاجه زي دي في الاكل. انت حطيتي يا حليمه؟ والله انا ما حطيتش. امال مين يعني اللي حط؟ ما انتوا الاثنين اللي طبخين. اتفضلوا بقى دوا بقيه الاكل. تقدروا بقى تفهموني اشمعنى النهارده بالذات عشان امي جايه؟ انتوا الاثنين عملتوا الحركات دي؟ عاجبك كده يا حاج؟ معلش يا حبيبتي انا هقوم اكمل اكلي في بيتي على راي المثل من خرج من داره تقل مقداره. بص عليك والله يكسفكوا. معلش يا حماتي حقك عليا. يلا بينا يلا بينا يا زهره نقوم نتغدى بره. يلا بينا يا حاج. اما انتوا الاثنين بقى بجد ربنا يسامحكم. انا حتى قلت ان انتوا هتطولوا رقبتي قدام امي. يلا بينا يا حاج. يلا يا ام. معلش حسابكم بعدين. اقعدوا بقى كله اللي انتوا طبختوه. بلاها الله يخليك. بلاها بقك. بلاها بلاها. افتحي. كله بقى كله اللي انتوا طبختوه تهنوا بيه. قولي. هي يخرب بيتها شو ملقونه. هما لسه شافوا مني حاجه؟ انا هطلع عينيهم. انتي فاكره ان هما اللي حطوا الشطه في الاكل؟ لا انا اللي حطيتها بس كنت خايفه عليكي قوي يا لا انا حابة اجيب من عند الحاتي اكل ليا انا والحاج. طبعا هعمل حسابك وبعتهولك على البيت. لا سيبيني انا هعملك تشكيله كويسه قوي. والحلو طبعا يا عينيا. ايه رايك في ام علي؟ هي دي اللي هتبعتي معاها الاكل؟ طب يا اختي زي بعض. معلش. لا والنبي انا عايزه بسبوسه وكنافه على راي المثل اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اسمعي لو عندك فاكهه ابعتي. حلوه قوي كده. طب يا اختي يا رب ما تحرم منك ابدا يا رب.